حياكم الله إذن المشاهدين الكرام، نبدأ بموضوع الانتخابات الأمريكية بشيء من التحليل، واسمحون الحديث عن هذا الموضوع نرحب بالخبير في الشأن الأمريكي الدكتور صبري سميرة. دكتور صبري مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. طبعا دكتور جبت سيرتك قبل شوي على الهواء يعني بالمقدمة، راح أحكي لك بإيش، ولكن بداية حاب أسألك يعني تقييمك المبدئي دكتور فيما يتعلق بفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. بالطبع هذه الانتخابات هي تسمى انتخابات نصفية، نصفية يعني قياسا إلى انتخابات الرئاسية. نعم. هي في منتصف الفترة الرئاسية، أهميتها العظمى والكبرى هي في أنها تعطي مؤشر لمدى قبول ورضا الناخبين الأمريكيين أو الشعب الأمريكي بأداء الرئيس. أها. اللي هو في هذه الحالة ترامب. نعم. هذه أهم وأكبر مؤشر، لكن تاريخيا أيضا معروف لأنه دائما في الانتخابات النصفية يفوز الحزب المعاكس الذي يحكم، يعني إذا كان يحكم ديمقراطي يأتي جمهوري، وإذا كان جمهوري يأتي ديمقراطي. هذا تسلسل تاريخي، سلسلة تاريخية طويلة، جزء منها بالدراسات الاجتماعية السياسية والتاريخية والسياسية نفسها والحزبية والانتخابية، أن الناخب الأمريكي يكره تجمع السلطة والحكم حزب واحد دون غيره، ويلجأ كردة فعل أن يتجه بالاتجاه المعاكس. الذي يحسم الانتخابات في العادة هم المستقلون، اللي هم أيضا يسموا الناخب سوينجينج، يعني المتأرجح الذي يذهب مرة جمهوري ومرة يذهب ديمقراطي، وبالتالي في العادة مثلا 40% ديمقراطيين دائما 40% جمهوريين دائما، يبقى عندك 20%، أو في هذه الحالة شاهدت إحصائيات كثيرة كأن أصبحت ثلاثة أثلاث، ثلث ملتزم جمهوري وثلث ملتزم ديمقراطي والثلث الآخر يتأرجح. بالطبع هناك حسابات كثيرة جدا داخل الولايات وحساباتها، لكن باختصار هو نصر للديمقراطيين لكنه ليس مكتمل. يعني هو انتصروا بحسب المتوقع كما ذكرنا، لم ينتصروا عكس المتوقع، لأن هكذا السياق التاريخي والدائم للانتخابات. لكن ترامب أيضا وحزبه فجر لهم مفاجأة بأنهم بدل أن يخسروا مجلس الشيوخ ويذهب ليصبح ديمقراطي، زاد الجمهوريون مقعدين فيه، وبالتالي زادت قبضة الجمهوريين على الحزب الشيوخ حزب نعم السنة. هلأ في التحليل النهائي وجود مجلس مثل النواب بيد الحزب المعاكس سيشكل عقبة، وعقبة كبيرة جدا للرئيس الذي يحكم اللي هو في هذه الحالة ترامب، وبالتالي سيحد من الكثير من الأمور التي كان يفعلها، وسوف يدخل في دوامة المساومات والمنازلات المختلفة، وأهم ما أنه سيبقى هنالك سيف مصطلق على رقبته، لأنه قد يطلب تحقيق ميولر وغير ميولر ومحقق خاص، وبالتالي هو يجب أن يحسب لمثل هذه الأمور حسابات جدا، وهذا ما سوف نراه من طرفه أو من طرف الديمقراطيين. طيب أنا بدي إذا سمحت لي دكتور صبري أعطينا شوية تفصيل، كيف تتقاطع مهام مجلس النواب الأمريكي مع الرئيس الأمريكي؟ أين من الممكن أن يتم تعطيل فرملة ترامب من خلال الحرية التي كان يملكها خلال السنتين الأولي الماضيات؟ نعم، بالطبع النظام الأمريكي يسمى في الأنظمة السياسية نظام رئاسي، نعم، وليس برلماني مثل بريطانيا أو غيرها، بمعنى أن الحكم كله التنفيذي بيد الرئيس الذي يحكم وهو ترامب، كل الصلاحيات التنفيذية، لا بل بعض الصلاحيات التشريعية ضمن ما يسمى الإكزيكتيف أوردر اللي هو يعني قرار تنفيذي، يصبح أشبه بكتابة قوانين مؤقتة أو قوانين يكتبها ثم يأتي لرئيس آخر ويلغيها إلى آخره، بمعنى أن الرئيس الأمريكي لديه صلاحيات واسعة، لكن في المقابل فصل السلطات التام وأيضا التوازن ما بين السلطات وما يسمى checks and balances، يعني واحد يراقب الآخر وواحد يمسك بزمام أو برقبة الآخر، هكذا هو النظام السياسي الأمريكي. الكونغرس لديه صلاحيتان وهي التشريع، يعني من يضع القوانين الكونغرس، ومن ينفذها الرئيس. ثانيا الكونغرس هو الذي يملك الميزانية، وبالتالي الرئيس دائما بحاجة لميزانية سنوية، ويستطيع الكونغرس حتى في هذه الحالة مجلس النواب أن يخلق الرئيس في أبعد الحدود في أن يمنحه تمويل أو لا يمنحه تمويل. والنقطة الأخيرة هي بالنسبة للكونغرس، لأنه بسبب فضائحه أو مشاكله مع الروس وغير الروس ومخالفات المالية
وتداخل امواله مع المصالح الخاصه في الحكم الى اخره قد يفتح له بوابات التحقيقات الخاصه. اذا هذه الثلاث حقوق التي يستطيع ان يؤثر فيها الكونغرس على الرئيس. في المقابل الرئيس يستطيع ان يفعل ما يشاء الا اذا لا يستطيع ان يخالف قانون يسنه الكونغرس. طبعا الكونغرس ايضا ليس مساله يعني سريعه بمعنى اخر اتجاه واحد، يعني حتى لو احد الديمقراطيين ان يشرعوا اي تشريع سيخوضوا حربا فيما بينهم هم نفسهم الديمقراطيين، لانه منهم الرأي الشديد ومنهم المحافظ ومنهم المتوسط ومنهم القروي ومنهم المدني، يعني تفاصيل كثيره جدا. وبالتالي حتى يصلوا الى تشريع ايضا عليهم ان يخوضوا في تحالفات مع الجمهوريين. من اخر الرئيس يقول انا لا يهمني كثيرا ان يفوز الديمقراطيون في الانتخابات، انا استطيع ان افعل ما اريد. بالنسبه للسياسه الخارجيه واخذ فيها في هذا المجال، الكونغرس ليس لديه صلاحيات كثيره جدا في السياسات الخارجيه. صلاحياته شبه كامله للرئيس، لذلك لا يتوقع كثيرا ان يتغير الكثير من المواقف او السياسات. أنا كان هذا سؤالي اللاحق على موضوع السياسة الخارجية. طيب أنا دكتور يعني بشكل عام المسلمين في أمريكا هل هم منحازين لإحدى الأحزاب وحزب الديمقراطي بالتحديد ولا مش بالضرورة؟ هم المسلمين يشاركوا في الانتخابات منذ زمن طويل، لكن كل سنة وكل انتخابات يتحسن بصورة أفضل. هذه السنة أفضت إلى انتخاب أول امرأتين مسلمتين، نعم، واحدة من أصول فلسطينية والأخرى من أصول صومالية، إلهام عمر ورشيدة طليب. نعم، دخلوا لأول مرة الآن في مجلس النواب الأمريكي، وبالتالي المسلمون خاصة الآن أجيالهم الجديدة بدأوا ينغمسون أكثر. طبعا للمفارقة مثلا الفلسطينيين موجودين تقريبا من 100 سنة في أمريكا، لكن هذه أول مرة تصل واحدة منهم. لكن الصوماليين حديثين عهد في أمريكا ومحافل يحتصل. الفلسطينيين قدماء في امريكا ومنهم رجال اعمال كبار واموال واحداث ضخمه جدا ومتجذرين، ومنهم جيل ثاني وثالث ورابع. بينما الصوماليين لا زالوا يعني بداوا في الوظائف البسيطه والمنخفضه، ومع ذلك نجحت واحده منهم. المفارقه هنا ان مثلا الصوماليه التي نجحت قررت ان امريكا بلدها، وبالتالي تفاعلت منذ اللحظه الاولى على ان تندمج اندماج كامل. يبدو ان الان الفلسطينيين والعرب عامه والمسلمين عامه الان بدا يدركوا اكثر بان عليهم ان يندمجوا اكثر، خاصه في الحياه السياسيه الامريكيه، وان يتصرفوا كامريكيين بدل من ان يعيشوا على احلام او بين قوسين البعض يسميها اوهام انهم سيعودون الى بلدانهم في اي مكان في العالم. واذا ما شعر الانسان بان هذا موطنه فيخرج كل طاقاته في ذلك المكان. جميل. وسيثق بنفسه ويتقدم الى الامام. لذلك هنا تاتي النقطه، يعني السود اول واحد رئيس لهم كان اوباما، نعم، وبالتالي مر عليهم زمن طويل. انا اعتقد انه خلال عقد او عقدين او ثلاثه سنجد الكثير من المهاجرين بما فيهم العرب والمسلمين يتبوأوا مواقع متقدمه، ولكن استغرب اذا اصبح منهم واحد رئيس لامريكا او ان يصبح منهم عدد كبير جدا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره. لان امريكا تشهد تغير ديموغرافي كبير جدا، والساحه الامريكيه مفتوحه لمن يتقن بذكاء الحركة واللعب والاستفادة، وهذا ما استفاد منه اليهود الأمريكيين سابقا، بحيث تجدهم في المجتمع نسبتهم 1-1.5%، ولكنهم في مجلس النواب في مجلس الشيوخ نسبتهم أكثر من 10%، غير المواقع الكثيرة جدا في البيت الأبيض وفي المجالس القضائية والجامعات العليا والبنوك والتجارة وغيره وغيره. وبالتالي أمريكا ساحة مفتوحة لمن يتقن الحركة والتنظيم. جميل. واللعب بصورة صحيحة. طيب بدي أختم معك دكتور صبري. أنا حكيت أنه جبت سيرتك وأنا تحدثت الحقيقة في المقدمة عن إبراهيم صبري سميرة، مشروع المرشح الأردني القادم في الكونغرس الأمريكي. تحكي لنا شو قصة إبراهيم، وواضح بأنه تأثر يمكن بمفهومك اللي ذكرته، أنه إن شعرت أن أمريكا فعلا وطنك بإمكانك أن تغير يعني تعطيك في العديد من المسائل، وواضح بأن إبراهيم نوى أن يكون عضوا في الكونغرس الأمريكي. ألو نعم دكتور صبري، أنا سامعك دكتور صبري. راح دكتور صبري للأسف مش معنا، يعني دكتور صبري كنا حابين يحكي لنا أيضا قصة ابنه إبراهيم، لعله نعاود الاتصال مع الدكتور صبري ليحدثنا عن قصة إبراهيم. إذا عاد معنا يمكن دكتور صبري. دكتور صبري تسمعني الآن؟ الآن معك. أنا كنت يعني سألتك عن قصة إبراهيم ونيته للترشح للانتخابات القادمة، تحكي لنا عنها أكثر.
بإذنه تعالى. طبعا إبراهيم مثله مثل الذين تحدثت عنهم من الأجيال الجديدة التي ولدت في أمريكا. طبعا إبراهيم كان له نصيب أيضا أن يعيش في وطنه في الأردن، وبالتالي هو كان في أمريكا لما ولد ولما عاد، ثم لما رجع صار الآن رجع إلى أمريكا 10 سنوات، الآن أصبح طبيب أسنان، وقبلها أخذ بكالوريوس علوم سياسية. لكن هو عاش كل هذه الفترات 27 سنة خاصة مع والده المنغمس جدا في الحياة السياسية سواء في أمريكا ولا في الأردن، وعلميا ونظريا وغيره، بالتالي يبدو أنه تشربها ومارسها هناك في 10 سنوات الأخيرة. وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكن أن يكون من أبناء هذا الجيل المسلم العربي الذي يدخل غمار القيادة السياسية في أمريكا، فهو مؤهل من كل النواحي والحمد لله. وبالتالي قرر وبدأ حركته وتواصل مع الحزب الديمقراطي وغيره، وصولا إلى أنه تمت كل الترتيبات لأن يترشح في العام القادم لمجلس نواب ولاية فيرجينيا. هنالك كما نعلم 50 ولاية، كل ولاية لها مجلس نواب ولها مجلس شيوخ. طبعا هذا سلم طبيعي في الانتخابات أن يبدأ. إذن هو سيكون في مجلس نواب الولاية مش هيك؟ نعم، مجلس نواب الولاية. طبعا هذا حتى مجلس نواب الولاية يعتبر متقدم جدا، لأن في العادة المرشحين يبدأون في المجالس أقل بكثير. مثلا أمين مكتبة هناك تأتي بالانتخابات، عضو لجنة إدارة كل شيء انتخابات في أمريكا، كل شيء انتخابات. كل شيء انتخابات، يعني إلينوي اللي فيها شيكاغو مثلا فيها 22,000 موقع منتخب، بما فيهم كما أذكر من باب الفكاهة لكن هذه حقيقة، لكي يتم اختيارك صائد كلاب ضالة في إلينوي يعني شيكاغو وضواحيها يجب أن تأتي بالانتخاب، مش أي واحد يروح بصيد الكلاب الضالة. الفكرة أنه هكذا بنوا حياتهم، أنه لابد اللي يتم وضعه في المسؤولية يأتي بإرادة شعبية. وبالتالي مجلس نواب ولاية يعتبر هذا شيء متقدم جدا. لما نتكلم عن ولاية نتكلم عن ولاية اقتصادها مثلا مثل الأردن 100 مرة، أعداد سكانها مثل الأردن، لها أهمية كبيرة جدا. وبالتالي أيضا اللي ينتخب منها يصبح شبكة، جزء من شبكة سياسية، يعني مجرد أنت في عضو ولاية يصبح لك علاقة مع المجلس الفيدرالي والجهات الفيدرالية، يعني يصبح لك وزن ودور. بمعنى آخر المسؤول هناك لأنه جاء بإرادة شعبية له قيمة وله احترام وله وزن، ليس مجرد أنه فاز بمقعد ولا أحد يأبه له. هنالك كلامه مهم ويتابع. لذلك أعتقد هنالك المئات الآن من أمثال إبراهيم من العرب والمسلمين بدأوا يدخلوا في مثل هذه المجالس، وأتفائل بالخير بإذن الله تعالى. بإذن الله نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يسير على خطى والده ويقدم نموذج جميل للشاب الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية. سعدنا بمداخلتك دكتور صبري. بارك الله فيكم. طبعا هو دائما يعني يقدم ويعتز بالأردن وفلسطين وعروبته وإسلامه، وهذا شيء يعني وهذا المطلوب، هذا المطلوب أن نصبح مؤثرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مجرد أن يدخل كسياسي أمريكي، لا هو سياسي أمريكي بخلفيته التي يحملها كائن ويعتز بها. بالضبط بالضبط. أنا بدي أشكرك دكتور صبري، شكرا جزيلا دكتور صبري السميرة الخبير في الشأن الأمريكي. واضح بأن هذه يعني ربما زي ما حكى دكتور صبري في تغير راح يكون على مستوى الديموغرافي وعلى مستوى يعني دور العرب والمسلمين، وهذا مهم جدا. اليهود في أمريكا أقلية وهم أقل تعدادا من المسلمين، ولكنهم أكثر بكثير على مستوى التأثير والضغط على صانع القرار وصنع القيادات وغيرها. المال إلو دور، الإعلام إلو دور، العديد من العوامل. لعل العرب والمسلمين بدل ما ينشغلوا بالإنفاق بالمليارات والتريليونات صناديق صيادية عربية موجودة داخل الاقتصاد الأمريكي، لو تم وضعها بشكل يصبح له تأثير وقوة، لأصبح العرب نفوذ داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تحولت الآية، بدل من أمريكا هي من يختار الحكام العرب يصبح للعرب دور في اختيار الحكام الأمريكان. بدل ما ترامب يقول أنا أسبوعين بقي من حماية عن أي زعيم عربي بيطير، يصير هذا الكلام عكسي. على كل حال إن شاء الله نروح لوقفة فاصل قصير، ومن بعده نبدأ بمجموعة أخرى من الملفات المحلية، فكونوا معنا.